أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى من التنسيق اعتبارا من بعد غد الاثنين وحتى يوم الجمعة المقبل. وقالت الوزارة في بيان لها إن الحد الأدنى لطلبة شعبة علم علوم 394 درجة فأكثر، أي بنسبة 96.10% فأكثر، بينما بلغ الحد الأدنى لشعبة علم رياضة 385 درجة فأكثر، أي بنسبة 93.90% فأكثر. وفيما يتعلق بالشعبة الأدبية للتقدم بها، بلغ الحد الأدنى حوالي 328 درجة فأكثر، أي بنسبة 80% فأكثر.